الجندر كلاسيفيكيشن، انا في عندي 66 روز في 5 كولومز، بدي اجي اطلع عليهم. تمام، هنا ممكن نشوف توزيع الميل والفيميل. اول شيء الفاليوز اللي موجوده عندي ميل واف، ميل وفيميل، موزن عندي 33 و33. هل في ميسنج؟ ما فيش ميسنج. تمام، الان طبيعه الاتريبيوتس هذه كلها عباره عن كاتيجوريكال اتريبيوتس، ففي هذه الحالة ممكن نعمل هاندل للميسنج بهاي الخطوة السريعة. انه بروح بعمل df بتساوي df.apply label encoder fit transform. لما تكون كل الداتا فريم عبارة عن كاتيجوريكال بقبل لك اياها، هذه بعمل لك اياهم في خطوة واحدة، لكن لو كان ميكست بيسبب لك إشكالية في هذا الموضوع. فهنا راح حول الموضوع، هنا عمل label encoding، وهنا راح حول هاي لأرقام. حددنا التارجت اللي هو الجندر. تمام، الآن البراميتر أنا عندي اللي بدنا نشتغل عليه، إنه إحنا بدنا نشتغل على الكيانن. تمام، فعشان هيك حطينا إنه ببدأ من 3 لغاية 10، وكل مرة بزود 2، فبالتالي حيكون 3 5 7 9. طبعا استخدمت الـ KNN لأنه طبيعة الداتا سيت أصلا قليلة، فبالتالي إنه هنا نعمل تصنيف على أساس إنه الشغلات اللي فيها شبه مع بعض بيكون إنه يعني في الغالب إنه حتكون نفس الكلاس. تمام، فهي جربنا لما كان الباراميتر 3 5 7 9، فهنا عملنا كيف الكي الالجوريثم كانن الكي عدد الجيران، عدد الجيران. تمام، طبعا ممكن نعمل بلوت لهذا الباراميتر بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي افضل إشي لما كان أنا عندي 9. تمام، فيعني ممكن إنه نعمل موديل على هذا الباراميتر لما يكون إنه هو 9 بالضبط. تمام، دروب للكولوم كله. هو على حسب أنت إيش بدك تسوي. يعني في عندك بعض الالجوريثمز بتقدر تتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوتس، بتشوف ايش هي هذه الالجوريثمز وبتستخدمها. هذه في السلة لحال، وهذه لسه ما فصلت فيها اكثر. بعديها split، نحط لك mark down هنا. ممكن تكون برضه زي بزنس، بس انه
بتعدل عليه زي ما بدك. Select paste. Why? تمام، هي صار موجود. إذا في أي إضافة بعدل عليه إن شاء الله. تمام، ناخذ داتا ست ثانية، ناخذ هارت ديزيز خلصناها، مشروم يمشي بالترتيب. طيب طبيعة الداتا سيت هاي انه What types of machine learning to perform based on this data set? What is the most indicative of poisonous mushroom? طبعا هنا التصنيف، اعتقد انه هو تصنيف للمشروم انه هذا هو سام او غير سام. اعتقد انه في عندي هنا في الكلاسز 23 كلاس، عندي الكلاسز اخر واحد الهابت، ايش الواي؟ درينك تايم، كيف اسمه تارجت؟ ايش اسم العمود؟ يبقى بوليان 2 والسترينج 21، ايش هم البوليان؟ اوكي، خلينا ممكن نستكشف الداتا سيت من هنا. أيوة، أول واحد اسمه كلاس poisoning، B يعني poisoning، E مش poisoning. تمام،
وكل الاتريبيوتس هذه عبارة عن categorical attributes تحتوي على السيمبل. فبالتالي هنا ممكن نشوف التايبس تبعها df.dtypes، او باختصار ناخذ هذا الكلام كله من الوصفة انه انا عندي جهزت هذول الثلاث شغلات، انه انا بشوف اليونيك والدي تايبس التارجت تبعي هو اسمه كلاس. يبقى انا عندي P و E، قديش التوزيع تبعتهم؟ 4000 و3000، الداتا سيت هذه حوالي 8000، تمام؟ كلهم عبارة عن objects زي ما انت شايف، وما فيش اي missing. perfect، تمام؟ الان ممكن احنا ايش نسوي؟ انه انا احدد التارجت تبعي، احضر البيانات تبعتي بهذا الشكل الاكس والواي واعملها سبلت. بس قبل ما اعمل سبلت يفضل انه هذول انه احنا نحولهم لارقام. فكيف التحويل لارقام؟ بما انه كلهم اوبجكت بقول انه df بتساوي df.apply. بالضبط. طبعا بدي اعمل import في الاول انه from ASCII learn dot pre import label encoder. طبعا بعرف anonymous object هنا، فيش داعي انه انا اعرف label encoder واجي استدعي constructor هنا مباشرة. dot fit transform ل df كله بتحول. بالضبط بالضبط، هاي df بنشوف كيف شكله زي هيك. why should be one dimensional array هي هيك كانت احنا استخدمناها في الجندر. اوكي بدون اقواس. يعني ممكن انه انقلها انا عندي في الوصفة قبل سبلت عشان ما ننساش. ف مظبوط هيك تمام. نعم انا يعني بدي اشوف الكاتيجوريز في كل واحدة. ممكن انا اسوي زي هيك انه قبل ما احدد التارجت for column in df.columns، وهنا احكي انه print column df column dot بس بدي اعيد قراءة هذا من الاول زي هيك، واجي ارجع هنا. ممكن اعملها زي هيك برضو. هيك بجيب لي انه هذا 2، هذا 6، 4، 10 وهكذا.
تمام. فبالتالي انه يعني ما فيش كاتيجوريز كثيره، فا اوكي يعني ممكن نطبق هنا. لا لكل الكاتيجوريكال تقدر. انا جبت اللينث تبعت الكاتيجوريز مش اللينث تبع يعني عدد الاحرف. لا لا مش اسكي كود، هو لوحده اوتوماتيك بشوف بصادف اول قيمه بصادفها في العمود بحط لها زيرو وبستبدل. ثاني قيمه هذا فيت ترانسفورم بعملها مرحلتين، اول مرحله مرحله الترميز، المرحله الثانيه مرحله الاستبدال. في الترميز بيجي بيطلع انه اول قيمه بصادفها بحطها زيرو، بضل مكمل. ثاني قيمه واحد، ثالث قيمه اثنين، خلص بروح بستبدل بالضبط. هيك بنقدر نفصل البيانات. وقديش عدد الداتا سيت حكينا؟ سايز 8000. ممكن نستخدم راندوم فورست، حجمها كثير انه مناسب. فهنا راندوم فورست كلاسيفاير ولا ريجريسور؟ ليش ريجريسور؟ كلاسيفاير تو كلاسز تحولت، صحيح تحولت، بس التارجت انا عندي يا صفر يا واحد، انا بدي اياه يطلع لي صفر او واحد. ما ينفعش يقول لي والله انه التارجت تبعك واحد ونص، يعني سام شويه ويعني سام الا شويه مثلا او تمام. فالان 100 لغايه ال 600، خلينا نجرب لغايه ال 1001 ونحدد ايش هو الباراميتر ونجرب هذا الكلام. احنا بنخزنه في ديكشنري. طبعا حنعمل بلوت للديكشنري بهذا الشكل. عندي 700 800، على فكرة جاب accuracy 100%. بيرفكت. بغض النظر عن النمبر اوف استيميتور تمام. بس هنا انا بدي اطلع على الكود اراجعه. هذا ليش بستخدم راندوم فورست كلاسيفاير؟ مزبوط. الداتا ست سهله، فبالتالي انه اوكي، فبالتالي بختار اقل واحد النمبر اوف استيميتور 100. تمام. هاي البيست فاليو راح تكون يفترض ان هي 100، اقل وحده واول وحده كمان. تمام. هاي بالنسبه للمشروم كلاسيفيكيشن. ممكن نجرب موديلز ثانيه. مش الكاتيجوري، مش هذه، انه طبيعه الاتريبيوت هنا انه تدي لك وصف كامل انه يعني هذا المشروم هل هو سام او لا، فبالتالي سهل عليه انه في نمط معين. وهذا الاشي لو بدك تشتغل عليه فيجواليزيشن حيكون كثير واضح. هاي الشغله، هذا الكلام ممكن نسويه هنا قبل ما احنا ايش نسوي، انه هنا انه احكي from seaport او import as SNS SNS.pairplot.df، وبقول له انه الهيو بتساوي وفيش. انا عندي مش حيقبلها هذه، استنى خلينا نشوف. وهيعمل بلوت للقديم. كانسل ران ورن اول.
اوكي هذا الكلام ننقله. كمان 23 attributes. اوكي عبال ما يعمل البلوت ممكن نروح للجلاس. هيك بنكون تقريبا خلصنا ضايل انه سعر السيارة انه هذه الريجريشن اللي نحن نعملها. بنشوف الجلاس عشان بدي اياكم تشتغلوا برضو على التايتانيك كومبيتيشن. انا في عندي مجموعة من الاتريبيوتس المواصفات تبعته قديش مغنيسيوم المونيوم سيليكون وفي الاخير انا عندي التايب. انا في عندي هاي نوع 2 3 4 5 وهي مرتبة بشكل عفوا 1 2 3 هاي 3 زي هيك والبقية انه 7 انواع 7 كاتيجوريز. اوكي ف نعمل عليها كيرنل هذه كلها نمبرز. اوكي ممكن نشوف معلومات انا عندي احدد تارجت انا عندي اسمه تايب بالكابيتال في عندي 7 هاي التوزيع تبعتها وكل العناصر فلوت ما عدا اخر واحدة انتجر تمام والميسنج ما فيش خلص ما فيش داعي للليبل انكودنج نحدد ونقسم البيانات. ونستخدم كم سجل فيها كان 241 نستخدم كانن وهاي 214 نعم نستخدم كانن فبالتالي الرينج بيكون انا عندي من 3 لغاية العشرة وكل مرة بزود 2 بيخليني انسخها في الوصفة لأنه يا باخد هاي يا هاي هنا وهنا الباراميتر اسمه نيبورز النيبورز بتساوي نعمل بلوت للنتائج. هذا جست وارنينج انه لما كان 3 كان افضل اشي كل ما زودت الكي انه بيقل انه عندي الاكيوريسي
فبالتالي بنشوف البيست طلع وكان الايرور 66%، بس يعني كايرور يعني كثير كاكيرسي كثير منخفضة يعني، فممكن انه نشوف طريقة ثانية الجوريثم ثاني، ممكن نستخدم لوجيستيك ريجريشن او شغلة زي هيك يعني. ممكن احنا لو لوناه اوكي طيب شو ضايل الانكم هذه فئات وناخذ الفي يعني شغله ريجريشن فيكل داتا سيت ايش انا في عندي الاتريبيوتس هيها كار نيم لير الموديل تبعها يعني سنه قديش سيلينج برايس بريزنت برايس سيلينج برايس سعر سعر ايام ما انشرت بريزنت برايس السعر الحالي قديش مشيت بالكيلومتر ايش نوع الوقود والسيلر تايب هل هو ايجنت ولا واحد مباشر شو نوع الترانزميشن ناقل الحركه تبعها هل هي مانيوال ولا اوتوماتيك والاونر وبدنا نستكشف اللي هي البرايس البرايس هاي الاتريبيوت هذا 9 من 9 اللي هو خلينا نشوف كولومز ترتيب العمود تارجت يفترض ان احنا نختاره سيلينج برايس كيف؟ بريزنت برايس اوكي تمام ف تمام اجيت الكار نيم انا عندي حوالي 300 فهذا بيلزمني انه انا اشوف قديش يبقى هنا ديف عشان اعمل له دروب ولا لا كار دوت فاليو كاونتس حوالي عندي 98 فاليو وهم 300 واكيد طبيعة الحال يعني نوع السيارة بيحدد سعرها فا اوكي خليه دام انه هي لو مثلا يعني اكثر من ثلثين البيانات انه متكررة او انه مثلا في عندي عفوا
عدد الكاتيجوريز في هذا العمود اكثر من الثلثين، ممكن اروح انه باتجاه اني اعمل له دروب. الاونر، الاونر 01 اعتقد انه يعني الاونر انه شخص بيرسون ولا يعني انه هل هي ايجنسي ولا انا عندي 0 1 و 3. هنا هنا اخترت انه في الديسكريبشن عدد الملاك المتسابقين كم واحد استخدمها قبل هيك، فبالتالي هي numbers. برضو هذا بياخد يعني السيارة اللي بتتنقل بين شو اسمه بيكون سعرها. لكن بدء النوع انه الكاتيجوري تبعه انه طلع عالي، وبرضه مهم انه يستخدم حول وش كيف؟ كيف؟ يعني بعدي النوع تبعها مع الموديل مباشر. ولقيت انا في عندي الكاتيجوري زياده ما بستخدمه برضه، مع انه مهم برضه في الشنط الاساسيه. ما هو يعني انه زي مثلا اسم الموظف، اسم الموظف يعني مش هيجي مثلا ياخذ سوبر لحال، لا انه مثلا حياخذ سوبر مع الموديل تبعها. فعد انه عندي صار كاتيجوري كبير حياخذهم كليتهم ولا في هذه الحاله الداتا ست ما بتكون انه يعني بتشمل عده انماط متنوعه، هي بتكون الداتا ست فيها اشكاليه. اذا انت عندك الداتا ست انه سجل واحد لكل سياره، ساعتها ما بتقدرش انه هو يقدر يتعلم منها نمط فعلا، صح. فبتكون في اشكاليه في هذا الاطار. طيب نحدد التايب او التارجت تبعنا. ايش اسمه؟ present price. هيك سبيلينج صح؟ هذا يعني عمل الليستنج للكاتيجوريز. اوكي، لانه هو نيوميريكال. هنا في عندي العمود الثاني الـ value counts، هذه الـ unique الـ value counts. هنا عدل لي كل فئة ايش، والـ missing ما فيش missing. اوكي خلاص، كم سيارة كم سجل انا عندي؟ عندي 300 سيارة. نجهز البيانات. ونحدد الباراميتر. شو نستخدم؟ decision random forest regressor ولا نستخدم كانان نايف؟ لا انا عندي regression، بدي استخدم regressor. ممكن انه هنا هاي هذه نستخدم هذا عدد الباراميترز ونقول له انه بدي هنا تمام. هنا بالباراميتر اسمه ان ساعتها
هذا الكلام ما بيمشي، ما بيمشيش. انه accuracy score، فبدي اصير استخدم mean absolute error بتساوي، وهنا في المتريكس حامل import ل mean absolute error. هذه الميثود استدعيها وبمررها نفس كيف؟ وين؟ هذا ملتمش، وهنا you should have categorical وين؟ أنا عندي categorical الكار نيم اوبجكت بس غيره، وانا عندي الفيول تايب هذه نعم التايب تبع السيارة عميدة كثيرة. نعم مش ممكن تعمل طيب هذا الكلام ممكن نسويه هنا، فبقول انه df cat تساوي df بحدد الأعمدة اللي هو والترانسميشن صح؟ ترانسميشن سيلر تايب والفيول تايب، فيول تايب والكار نيم. هيك احنا ماخذين 1 2 3 4 ضايل 1 اللي هو ايش؟ أربعة هما، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص. تمام، وهنا بنروح بنطبق هذا الكلام تسعين سيارة. ثلاثة وتسعين كيف؟ لازم يكون كل الفيشنز رقم. بس دروب لهذا الكولوم؟ لا أنا بدي أحدد حسب كم واحد اشتراها قبل هيك. شو نوع البنزين؟ شو نوع كذا؟ خلينا نجرب نشوف قديش الاكيرسي تبعت الموديل، هيك معقولة، تمام؟ والآن بدي أعمل كونكات، إنه هنا إنه نيو دي اف بتساوي بي دي دوت كونكات، وبدنا نديها في ليست اللي هو دي اف dot dot selected d types، وهنا حط له exclude. مظبوطة هيك بدون quotation بتساوي object
والثاني اللي هو الكات دير، قولوا الاكسس بتساوي واحد. كيف؟ شو؟ دي اف وين؟ دي اف كات. دي اف كات؟ تمام. هنا اوكي عشان بسط الكود، فبقول انه دي اف بتساوي نيو دي هيك مقسم هيك هنا. انا مش عامل برنت يا هنا برنت الان المين ابسوليوت ايرف. بلاش مين ابسوليوت ايرف مباشرة. هنا أربعة، هنا خمسة، نفرق في السعر. يعني هنا الـ present price أنا عندي خمسة، ثمانية، تسعة، أربعة، ستة، 11. هنا error نوعا ما عالي شوية، لأنه كرينج البيانات إنه كتير عالي. فالآن إنه أقل إشي أنا عندي هي لما كان ثلاثة. هنا احنا بندور على الأقل. الأقل خمسة. بالضبط. وهنا select للبست باراميتر تصير من وليس ماكس. ثلاثة وكان الايرور يعني أربعة. اوكي هيك تقريبا بنكون لفينا على كل الداتا سيتس اللي انا اديتكم اياها. بدي اياك انه بدي منك تو اساينمنتس تمام، وهذا الكلام بده يتسجل عندك هنا. في عندك الاساينمنت الاول بدك تروح على التايتانيك كومبيتيشن تمام، وبدك تتعامل مع تحاول انه انت تجيب فيها سكور كويس وتعمل سبميت للسكور تبعك تمام. ممكن تتعامل مع الجوريثمز مختلفه، وركز لي برضو على الفيتشرز. شوف اللي بيلزمش اعمل له دروب، هذا بدك تستبدله بشغلة تانية، بدك تحوله لشغلة تانية، فكر ايش بدك تسوي في هذا الموضوع تمام. هذا الواجب الاول. يبقى هنا هاي الرابط تبعها. هذا تسليمه المرة الجاية، بديش احط له assignment يعني بديش احط له ديت، خلاص هذا تسليمه المرة الجاية. يعني شغلة يفترض انه انت تكون مخلصها. وهنا حيبين كل واحد، هيكون انتم بتشتغلوا على شغلة مشتركة. حاجه حطلع على الليدر بورد او على البروفايل تبع كل واحد اشوف السكور اللي جابه تمام. حيرتبكم قديش انه انتوا جبتوا الايرور، فبالتالي اللي ما قدرتش وما عرفتش انا حطلع على سكور، ماليش دعوه في الباقي تمام. اه ممكن انه انت في اليوم الوقت تسلم اكثر من سكور، سلم قد ما بدك. شوف انا السكورز اللي مسلمها في واحد جبت فيه 77، واحد 75، واحد 75، يعني كذا. يعني بحاول كذا شغله انه زي هيك، وانه انت ممكن تسلم وهو بحسب لك اعلى وحده، ما تقلقش.
هذه شغله. الشغله الثانيه انه هنا في الكومبيتيشنز بدي اياك انه يعني هذه عفوا اعمل الموضوع تبعها الماشين ليرنينج اللي هو الهاوس برايس كومبيتيشن. أكيد أنت استخدمت أو يعني لغاية الآن أنت عندك أكثر من ماشين ليرنينج ألغوريثم تعلمته بالإضافة للتنين المتقدمين اللي هو الإكس جي بوستينج والراندوم فورست، وشفت كيف أنت ممكن تعمل تونينج للباراميترز. تمام؟ الكومبيتيشنز هذه الادفانسد، الادفانسد هي الرابط تبعها حط لك اياه، كومبيت ادفانسد ريجريشن تكنيكس. تمام، هاي هذا المطلوب منك. هذا برضو مطلوب منك تسليمه المره الجايه. تمام، هاي بدي اسجل لك نوتس هنا، النوتس اللي انت ممكن تراي راندوم فورست اكس جي بوستنج، ممكن كمان تجرب هايبر باراميتر تيونينج للتنين اكثر من باراميتر. تمام، هنا بدي اعطي لك تيب انه مور ذان وان باراميتر يوزنج نستد لوب. يعني على سبيل المثال راندوم فورست، ايش انت عندك باراميترز؟ عندك النمبر اوف استيميترز والماكس ليف نود. الماكس ليف نود، تمام شكرا جزيلا. الماكس ليف نود بتحط لها رينج من الفاليو، وهذيك بتحط لها رينج من من الفاليوز. ما ينفعش انه تعمل هاي لحال وتعمل هاي لحال وتقول لي انه هاي البيست في النمبر اوف استيميترز بمعزل من الماكس ليف نود، فبتعملها في نستد لوب انه بتجرب التو كومباينيشنز مع بعض عشان انه انت يطلع معك موديلز افضل، انه تجيب فيه سكور. انا بقول لك تيبس تلميحات عشان تجيب فيها سكورز اكثر. تمام، وهنا بدي ارضي لك لما تجرب الباراميترز، لما تجرب الباراميترز كذلك مطلوب انه انت تعمل سيت للراندوم ستيت، لانه مش فير انه انت تجرب تقارن البرفورمانس تبع باراميترز مختلفه وكل مره راندوم ستيت مختلفه. لا، ثبتها عشان فعلا يبين معاك الفرق. هذا جانب. تمام، الجانب الثاني رقم واحد، رقم اثنين work on features. ثواني بس بأكد عليك، اشتغل على الفيتشرز. ممكن انت تسكر معاك القصة في من ناحية البراميترز انه انت ما تجيبش فيها سكور كويس، حاول انه هيك تشتغل بمعزل عن البراميترز وتشتغل على موضوع الفيتشرز. هذا الفيتشر بدي اعمله دروب، هذا الفيتشر بدي احوله التايب تبعه من تايب لتايب تاني، هذا بدي اعمل منه اكستراكت لفاليو. تمام، بدك تشتغل هارد عشان تجيب لي نتيجه. وهنا يعني انت يعني مسيرتك التدريبيه على المحك اللي 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 انت اشتغلته يفترض انه انت تطبقه. تمام، كل المفاتيح اللي نديت لك اياها هذه اوريدي انت تدربت عليها. تمام، كيف؟ لا، هذه لل شو اسمه للهاوس برايس. التايتانيك اصلا في طبيعتها الداتا ست صغيره، فما فيش حركه كثيره انه انت تتحرك فيها. التايتانيك عشان انت هيك اللي بيسال بيقول انه هل بكفي يوم واحد؟ اه بكفي يوم واحد. انت بكفي يوم واحد ليش؟ لانه التايتانيك يفترض انه ما تقعدش فيها يعني سويعات.
خلاص تخلصها وتسلم سكور تمام، وبعديها تقضي بقية الوقت بدي اياك تسحب على شو اسمه تقضي يعني 24 على 24 على هذه الكومبيتيشن، تشتغل لما تلف حوالين نفسك وتدوخ وتجيب السكور كويس تمام. مين ابسوليوت ايرور؟ هذه الكومبيتيشن مين ابسوليوت ايرور؟ اوكي كيف نجرب؟